ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله الله خبير بما تعملون. نسأل الله يرزقنا حسن العمل قبول من عنده سبحانه وتعالى. وصلنا إلى آخر هذه الحلقة المباركة الجميلة الشيقة بمشاهدتكم أولا وبحضورنا الكريم. نشكر صراحة المتسابقين واليوم وزعنا بعض النقاط على تواجدهم معنا يستاهلون 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 ونشكر كذلك أبو عبد الله وأبو سليمان وضيوفنا سعيد القحطاني اللي يطل معنا شوي ثم نغيب. نشكر تواجدك. خلاص خليك 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 هناك. تعال تعال. نشكر سعيد القحطاني ونشكر كذلك حبيبنا بلال على تلاوته. الله يسعدك ويطول عمرك على أبو عبد العزيز. عمر الله يرفع قدرك. وتواجده معنا اليوم تواجد جدا جميل. وسعيد بس ما اشوف الا الابتسامات هذه. الله يجعلني. ها؟ وهل شخص اشوفه جيبك ما يبتسم؟ يا سلام يا سلام يا سلام. انا بجمع سابقا زان اللي جو البرامج الواقع سابقا. انا دار انك تدور الحركات هذه لكن بعيد عليك. يا حبيبي. لا فعل التوفيق ان شاء الله تستاهل تستاهل. الله يسعدك. بس الان انت اشتغل على نفسك، رتب وضعك وقدم واللجنه تختار باذن الله. الله يكتب ما في الخير. تقرد الطياره ما الطياره وهالحركات. والله نستودعكم بتوقيت السعوديه. اهلا وسهلا بكم. مع السلامه. يا حبيبي الله يسعدكم. اياك. نقول دائما في ختام مجلسنا دائما ابو سليمان يختم بكلمه حلوه. ابو سليمان اي اقعدوا بعدنا في الستر والعافيه وانحان وقت الوداع وحان وقت الرحيل فان شاء الله انا نراكم مره ثانيه فان شاء الله انا نراكم مره ثانيه سلام اقعدوا بالعافيه. امان الله.